اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه فهد الريفي ومحمد الدعي ومضيفا حلقه الليله. نقدم التعازي لرئيس الاتحاد السعودي لكره القدم الاستاذ احمد عيد في وفاه شقيقته اليوم. نسال الله ان يتغمدها بواسع رحمته ويجعلها ان شاء الله اخر الاحزان ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان. نشارك الرئيس الاتحاد السعودي التعازي والاحزان ونقول لابو رضا أن نشاركك ونشاطرك الألم وإن شاء الله بإذن الله أنه آخر الأحزان يتقبلها الله بواسع رحمته. نشوف تقرير عن لاعب نادي الشباب تيغالي. الجولة الأخيرة حسمت لنا صراع الهداف. التنافس هذا الموسم كان على أشده بين المهاجمين وتحديدا المحترفون الأجانب، وخلت المقدمة من نجمها المنافس الدائم ومهاجم نادي الشباب ناصر الشمراني الذي غاب هذا الموسم عن هوايته المفضلة في هز الشباك. وعلى الرغم من غياب الزلزال عن القمة إلا أن الشباب لم يفقد راية الهداف بعد أن نجح نجمه الأرجنتيني سيباستيان تيغالي في حمل اللواء. تيغالي حضر إلى الشباب قادما من الساحل الشرقي وبالتحديد من نادي الاتفاق، وبالفعل كان الأرجنتيني صفقة رابحة وأثبت أنه صديق للشباك من أول مشاركة له مع الفرقة الشبابية هذا الموسم. جمع في رصيده 19 هدفا رغم قلة مشاركاته كلاعب أساسي. قدمه اليمنى تفوق يسراه، حيث سجل بالقدم اليمنى 7 أهداف وخمسة أخرى كانت باليسرى. الارتقاء عاليا واقتناص الكرة العرضية هي ميزة أخرى يجيدها المهاجم الشبابي سيباستيان تيغالي، وبكل اقتدار استطاع تسجيل 7 أهداف بالرأس عززت اعتلاءه لقمة قائمة الهدافين. لقب الهداف الذي توج به تيغالي سيكون دافعا قويا لإسعاد الجماهير الداعمة لليوث والمدرج الشبابي، كما أن الجهاز الفني والإداري ينتظران الكثير من الأهداف في البطولات القادمة محليا في كأس الأبطال أو على صعيد آسيا في دوري الأبطال. أيام قليلة ونرى ماذا يحمل لنا الهداف الأرجنتيني من أهداف. لبرنامج كورة حسن الجهني. صديقك تيغالي مو صديقي، هذا لاعبي. هذا قبل يوم كامل اتفاق كنت اقول النصراويين يا ليتهم يجيبونه. اعتقد اخوي حسن بالتقرير قال كل اللي انا ابغى اقوله، ومن شاهد التقرير يمكن اضيف بس شيء بسيط. اللاعب لم يقدم كل ما عنده لسه فيه، وعنده يعني ميزه ما هي عند كل لاعب. طبعا هو ما لعب كثير ترى مع الشباب، وانا في وجهه نظري انه عنده اكثر من اللي سواه الى الان. عنده ميزة أنه أعتقد الشباب طريقة برادوم يعني أحجمت من نوعية طريقته. هو لاعب صندوق وقناص للفرص، إضافة على لاعب يبدأ الهجمة ويكون وراء هجمته ومصدر خطورتها. يعني المساحات اللي تتركها له كان هذا يجيده، وشفناها مع الاتفاق كيف كان بارز أكثر من كذا كقوة حركية لديه مع اللياقة. يمكن هذه اختفت الميزة الأخيرة في الشباب وتركها لأدوار لعيبة الوسط بطريقة برادوم المعينة. لكن أنا أقول لاعب كبير زي ما دوري سلمو. أنا أعتقد أنه لاعبين الدليل على انه لعب وقت قصير وجاب لك 19 هدف غير الاهداف اللي في كاس اسيا. حسن 9 مباريات مجموع اللي لعبها دقائق شمال يمين بالراس، قوه جسمانيه، لياقه، كنترول، صانع لعب لزملائه. انا اعتقد انه يعني مكسب كبير لاي نادي. انا اقول لاعب هذا متمكن، تمركزه داخل ال 18
واعتقد شفنا المباراه الاخيره امام هجر لاعب اعتقد انه مكمل ناصر الشهراني شمراني. مواصفاته صراحه تعرف يعني لما يجيد اللعب بالراس واعتقد كل نص اهدافه بالراس. تكوينه الجسماني صراحه تكوينه الجسماني يساعده على بروز، اعتقد من يوم بالاتفاق اعتقد انه نجم والله يوفقه مع الشباب.